تيمور تيمور، انهض يا تيمور، الفطور جاهز، ستتأخر عن العمل. طيب طيب يا جدتي، طيب انا مستيقظ، وانا ارتدي ملابسي. اين انت ايها القميص؟ اين انت؟ مسكينة جدتي، مسكينة، كم هي طيبة وكم يسهل الضحك عليها. يسهل الضحك علي؟ هيا انهض ايها الممثل الفاشل. جدتي دم. صباح الخير عمي وصفي. اهلا تيمور، سلامتك، ما بك؟ لا شيء لا شيء، مجرد سوء تفاهم، لكن نصيحتي لك لا تمزح مع جدتك مزاحا ثقيلا حتى لا تقع على رأسك. انتظر انتظر، لم انتهي بعد من قص حجابك. حاجبك؟ حجابك حجابك ترى كلها واحد. لا اريد، خربت شعري. المشكلة ليست في شعرك، المشكلة في رأسك. نعمت صباحا يا نعيم. اهلا، من الواضح ها كما ترى. ما قصة ذلك الشاب؟ وما قصتك انت؟ انا هذه سوء تقدير او سوء واقف. مثلنا تماما. انت اذهب الى الداخل ونظف المحل من شعر ذلك الزبون قبل ان ياتينا زبائن جدد. يلا تمور، ما رايك ان نحتسي بعض الشاي ونلهو في شعرك؟ والله يعني قصة الشاي، شاي أحمر شاي حليب، هذه أعجبتني. أما تلهوها في شعري لا، أنا مشغول، لدي كشك يجب أنا للقاء كجب، هذا مشغول. انتظر يا حنطور، لدي قصة جديدة بعنوان الملك نعمان. تفضلي، وهذه هدية. شكرا تيمور، لقد تأخرت كثيرا يا تيمور. متأسف يا صديقي، متأسف، يعني هذا هو سبب تأخري. انظر تيمور، من فعل بك هذا؟ سأرد له صاع صاعين. يا حبيبي يا حسن، اهدى، إنها جدتي. جدتك؟ سامحك الله يا جدة تيمور. يا حسن يا حبيبي، فعل ذلك عن غير قصد. عن غير قصد؟ نعم. كيف لو كان عن قصد؟ دعك من هذا الآن، هل وزعت الجرائد؟ نعم، كما لو كنت موجودا. اسمع، لقد تأخرت كثيرا عن العمل، هيا خذ هذه لك، إلى اللقاء. بعت فقط بهذا المبلغ؟ لا، الباقي في الدرج. لا تتعبي نفسك، هذا الكشك ليس للإيجار. ها؟ ومن قال لك أنني أريد أن أستأجره؟ انظر، إنه الرقم 9. نعم، إنه رقم جميل، الرقم 9. ما الأمر؟ هل نحن في برنامج افتح يا سمسم؟ لا يا حبيبي، أنا موظفة البلدية ولدي أمر بإزالة الكشك. أمر بإزالة الكشك؟ ما الذي تقولينه يا أستاذة؟ نعم يا حبيبي، كما سمعت، هيا وقع الورقة بسرعة، ليس لدي وقت، لدي عمل آخر. ماذا؟ تريدين أن أوقع على خراب بيتي؟ لا تصرخ، لا أحب الصراخ، إنني أؤدي عملي فقط، هيا. عذراً، آسف، متأسف، ولكنك لا تعرفين ماذا ستفعلين، ستدمر أحلامي أنا. لا تبالغ، يمكنك أن تأخذ تعويضاً وتبني كشكاً في مكان آخر. ليس هذا هو الموضوع، ولكنك لا تفهمين. ماذا؟ أقصد لا تفكرين، لا تفقهين، غبي، أقصد أنت لا تفهمين ما معنى إزالة هذا الكشك. ما معنى إزالة هذا الكشك؟ إنه كشك الأحلام، الأحلام التي استرجعتها بفضله، الكل هنا يعرف هذا. يا أخي، انقل أحلامك إلى مكان آخر وابني كشكك في مكان آخر. علي الآن وفوراً إزالة كل الأبنية المخالفة، بيت، دار، كشك. فهمتك، أنا فهمتك. وقع هنا.
هنا. سامحك الله. سامحنا الله. ماذا أفعل الآن؟ كارثة، مصيبة. هل سأعمل مجددا في وظائف لا أحبها؟ ما؟ لا 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 إنه كشكي. كشكي يا ناس، أحلامي ستنهار. يا عالم كشكي. انتهيت انتهيت يا حسون، ضاعت كل أحلامي، ضاع كل شيء يا حسون. لا لا تقل مثل هذا الكلام يا تيموت، فأنا أقف إلى جانبك. أين سأذهب؟ أين سأذهب؟ أنت تعرف بالذات كم تعبت لأفتح هذا الكشك. أعرف أعرف طبعا أعرف، فقد كنت معك طوال الوقت وأنجزنا معظم المعاملات. لكنك كنت أن تستسلم وتنسحب، أما أنا فقد أصررت على المضي قدما. أنا؟ لا يا تيمون لا، أنا كنت قلقا بشأن غيابي عن العمل. إيه؟ ولما لم تخبرني وقتها؟ المهم الآن أنك افتتحت الكشك وهذا المهم. نعم الحمد لله، ولكنه سيزول وستتبخر معه الأحلام. توكل على الله، فأنا سأكون معك في محنتك هذه. كيف؟ ما رأيك لو تنقل بضاعتك إلى داخل المقهى ويصبح اسمه مقهى كشك الأحلام؟ ليس إلى هذه الدرجة يا تيمور، سأحدث معلمي وسيقتنع معي وهكذا نشتري منك البن، ما رأيك؟ أهلاً كل شيء متوفر هنا، كل الأشياء. طبعاً هذه اللعبة هذه بعشرين ريال. نعم أتي. ماذا تريدين يا مريم؟ هذه حسون، اذهب إلى تيمور وقل له إنه مطرود. تعال. وأنت أيضاً. ولكن لماذا؟ بدوني لماذا؟ أنا صاحب المقهى. إيه تيمور، تيمور ما بك؟ لم تجبني، ما رأيك؟ بصراحة يا حسون لا أعتقد أنها فكرة مناسبة، من الأفضل يعني أن تبقى في عملك، ولك يعني أنت لك أمور ترعاها وعائلة أيضاً، أما أنا لا بأس، سأجد حلاً. حسن ماذا تشرب الآن؟ خروب. هيهات هيهات، مصيبة لو جاء الدور على محلي أيضاً. اطمئن يا لئيم. نعيم، أمر الإزالة جاء فقط للكشك. كيف يدمرون كشكاً أصبح معلماً مشهوراً في الحي؟ والأطفال اعتادوا علي، يطمئنون لي ويحبونني وأحبهم، كمان الكشك يلبي احتياجات جميع سكان الحي، إنه كشك الأحلام يا جماعة. طيب ما رأيك أن يستمر حلمك يا التمور؟ كيف يستمر؟ كيف؟ اسمعني جيدا، ها الكشك ليس بعيدا من هنا، ها تضع بضاعتك قرب باب المحل، هكذا لن تخسر زبائنا وأنا أكسب رؤوسا جديدة. رؤوسا جديدة؟ معلمي يقصد زبائن جدد لمحل الحلاقة. بربغندا. ها شباب، تنزيلات على الحلاقة 99%، احلق في اليوم مرتين بالسعر مرة واحدة. يلا يا شباب، يلا. يا شباب انتظر، تفضل. ها ماذا قلت يا حبيبي؟ وانت قلتها يا نعيم، فلنبقى احباب افضل. الى اللقاء. لم افهم نعم ام لا. لحظة يا عرعور، هذه قصة حياتي، أخبراني بالله عليكما ماذا أفعل؟ القلم. هل سأبيع أقلاما آخر العمر يا أستاذة بليلة؟ ما الذي تقولين؟ لبيبة، أقصد القلم سيحل المشكلة. قلم؟ لم أفهم، كيف يحل القلم المشكلة؟ غدا يا تيمور سأكتب مقالا في الجريدة بعنوان إزالة حلم، وسترى كيف الناس يتعاطفون ويقفون معك. إيه؟ هل تعتقدين ذلك أستاذة لبيبة؟ طبعا. تيمور أحضر بضاعتك إلى المحل لنسترزق معا. تفضل، البضاعة كلها متوفرة.
قرائق وضاء. اهلا اهلا يا امجد، سلم على الوالد. عصائر، جميع انواع العصائر، مانجو وكاكاو. ما بكم يا جماعه؟ تعال حدا، احد يشتري. اهلا اهلا. نعم تريد بريالين فقط؟ بريالين، بريال واحد، نصف ريال، نصف 50. لا لا هلا يا ما بي يا جماعه، ما بكم يا اخوه. أبو أصفي، هذا الحذاء لماذا؟ هذا لا 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 لا، كلنا على قدر حلمه. معلش يا عمي أبو أصفي، أنت دع الأفكار لك، وأنت يا أستاذة بليل لبيبة احتفظي بالقلم. يلا السلام عليكم. أصبر يا عزيزي، لا تجعل أمرا كهذا عقبة في مشاريع حياتك. يا جدتي، لقد عشت في هذا الكشك أحلى أيام عمري، كيف أتخلى عنه بهذه السهولة؟ كيف؟ لم أطلب منك أن تتخلى عنه، إنما تستطيع أن تنقله إلى مكان آخر. هل تظنين أن الأمر بهذه السهولة؟ نعم، ليس بهذه السهولة. الأمر يحتاج إلى إجراءات ومعاملات وقصص. تيمور، يتيمو، ما بك؟ قطعت قلبي يا ولدي. الأمر يعني ليس فقط كشك يمكن نقله هنا أو هنا، إنه حلمي، لا تبكي، لا تبكي يا بني، اذهب ونم، وستفرج عن قريب إن شاء الله. اذهب واسترح. تصبحين على خير. وأنت من أهله، سأدعو لك في صلاتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل صدر أمر بإزالة الحي بأكمله؟ لا يا تيمور، لا، مفاجأة. قم وانهض لترى كم يحبك الناس. نعم، الشعب يريد إبقاء الكش. الشعب يريد إبقاء الكش. شكراً 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 أيتها الجماهير العريضة، شكراً. أرأيت يا تيمور كم يحبك الناس؟ فعلاً، لم أكن أصدق أن مقالاً في الجريدة يمكن أن يحرك مشاعر الناس بهذه الطريقة. شكراً يا أستاذة لبيبة. أنا لم أكتب شيء، خرجت إلى الحي فوجدت المظاهرة فانضممت إليها. أنا من فعل ذلك؟ أنت يا شحرور؟ كيف؟ ما زال الأمل كبيراً في الناس، لسه الدنيا بخير على كلام الصوف. جورج وصوف حبيبي، يا الصوف والصوف كله إحساسه دافي، فنان يا أخي. الشعب يريد. انظر، ها قد أتت الموظفة. أرأيتي إنه ليس مجرد كشك، إنه كشك الأحلام. أريد أن أقول شيئا مهما يا تيمور، ولكن أرجوك ساعدني في تهدئة الناس. حسنا، لحظة صمت أيتها الجماهير العريضة، لحظة صمت، اهدأوا قليلا. موظفة البلدية لديها تصريح تريد أن تدلي به. الحقيقة لقد حصل أمر بسيط في موضوع أمر الإزالة. تعني أنا أمر الإزالة قد أغي؟ نعم، ولكن ألا تريد أن تعرف السبب يا تيمور؟ طبعاً، بسبب أصوات الجماهير المحبة للكشك. نعم، أقدر ذلك، ولكن ليس هذا هو السبب الحقيقي. ماذا إذن؟ لقد أخطأت بالأمس عندما قلت أن الرقم 9 هو المقصود، إنما هو الرقم 6. للأسف زميلي في البلدية وضع الرقم بالمقلوب. أنا متأسفة لهذا الخطأ البسيط، أعذرني يا تيمور، خطأ بسيط. إلى اللقاء، أقصد وداعاً. وداعاً، خطأ بسيط. ما هذا الخطأ لهذا المطبع هذا؟ يلا تعال تعال. لا تدور، أنت يا تيمور أصبحت فتى مشهور.